هلا والله، ده خريطة أو دي خريطة يوم 1 فبراير 2022 يوم الثلاث، وبالتقريب الساعة 7 المغرب، 7:30 المغرب، أنا معرفش إذا كانت صح ولا لأ، 7:30 المغرب، باسم المدينة دي اللي أنا مش هعرف أنطقها، المدينة المغربية دي صراحة شفشفونة يعني مش هعرف أنطقها. فده تاريخ سقوط الطفل اللي اسمه ريان في البئر، انا ما اعرفش لحد دلوقتي اللي تقريبا لسه ما طلعهوش، يعني بتوقيت الجمعة 4 فبراير الساعة 11 41 دقيقة مساء، لحد هذه اللحظة هو لسه ما طلعش. اولا الاطفال في الخريطة هما القمر، يعني القمر هو الطفل، زحل هو العجوز او هو الشيبة، يعني زحل ده هو العواجيز وهو كوكب النحس الاكبر والكلام ده. الوقت ده نفسه كوقت في 3 كواكب في برج الجدي ومعاهم بلوتو، يبقى 4. بلوتو ده كوكب من كواكب الأجيال. انت حابب تفهم هل الطفل ده ممكن ينجو، ممكن ما ينجوش، ايه اللي ممكن يحصل؟ انت ما تعرفش يعني هل ان شاء الله لا هيعرفوا يطلعوه او لا، على قيد الحياة مش على قيد الحياة. اولا هناك اشياء تصف يعني إمكانية وقوع هذا الطفل في الحشر، انه يبقى محشور او مزنوق. القمر اقتران زحل هو اللي ليه علاقة بحاجة زي كده، ان في طفل يقع في يعني بشكل محشور او بشكل يعني بشكل مقرف، وانه طالع العذراء طالع مرتبط بالعمل والكد والحفر والاجتهاد والشغل، يعني برج العذراء ده او كطالع العذراء عمره ما كان طالع يعني حلو قوي ولا حاجه، طالع بيدل على الشغل والكرف والعمل المتواصل والتعب، يعني حتى ان حاكم الطالع موجود هنا في برج ترابي، فهو ده اللي بيدل على الشغل. والمشكله ان حاكم الطالع مقترن مع بلوتو، وبلوتو ده كوكب الموت لأنه حاكم العقرب بشكل عام، وكوكب بيدل على الموت أو كده. للأسف للأسف في حاجة كمان، إن حاكم بيت الموت هو المريخ اللي بيحكم البيت الثامن، وموجود في نفس البرج اللي موجود فيه حاكم الطالع، يعني حاكم الطالع في الجدي في البيت الخامس، وحاكم الثامن في أيضا البيت الخامس. هنا يعني الكواكب الموجودة هنا دي كواكب مش حلوة، حتى وجود زحل في البيت السادس مع الشمس في وبالها في برج الدلو برضو ده شيء يعتبر مش حلو. بشكل عام الدلالات هنا دلالات غير مبشرة بالشكل الكافي، لكن نقول إن شاء الله إن خلاص القمر خرج من الدلو ودخل الحوت، وحاليا القمر في برج الحمل، يعني حاليا لو انت جيت تشوف خريطة العبور هتلاقي ان حاليا القمر في الدرجة رقم 3 في برج الحمل. نقول ان شاء الله انه يطلع. انا ما اقدرش طبعا اعمل فيديو واقول انه هيموت، ما اقدرش اعمل فيديو اقول كده، حتى لو هي يعني لا قدر الله هيحصل شيء شر، انا ما اقدرش اقول كده برضو. ليه؟ ما بحبش اجيب اي اخبار عن الموت ولا اي اخبار فيها مشاكل. فده بشكل عام شكل الخريطة عشان بس الناس تكون عارفة يعني ايه خرايط ويعني ايه فلك، وهل الفلك ممكن يوصف حالة زي كده ولا لا. ايه دلالات النجاة؟ دلالات النجاة ان شاء الله انه ينجو، حتى لو استغفر الله العظيم يحصل شيء شر، احنا بنحاول نطلع دلالات النجاة. يمكن دلالات النجاة انه حاكم الطالع في برج سعيد، البيت الخامس ده يعتبر بيت سعيد مثلا، بيت الاطفال بيت الافراح، يعتبر بيت سعيد، يعني ممكن يعملوا له حفل كمان، يمكن حفل الناس الكبار يحضروا فيه. غريبة لو طلع التحليل ده غلط، يعني غلط او طلع فيه شيء غلط، ما هنعمل ايه؟ طيب احنا بنحاول يعني الغريق يتعلق بقشة زي ما بيقولوا. المهم والناس كلها قاعدة على اعصابها في تويتر. ممكن من دلالات النجاة كمان ان شاء الله انه المشتري موجود في وتد من الاوتاد ومش متراجع ولا عامل اي اتصالات سلبية، ويمكن لانه زحل في بيته ما يضرش بالشكل الكبير، يمكن لانه مفيش كواكب متراجعة الا بس عطارد، عطارد هو اللي متراجع وهو ده اللي عمل مشاكل في الحفر او كده، ان التربة تنهار، ان في التربة تهدل، ان الطين او التراب ينزل، انه البير نفسه بير مش افقي او مش عمودي، هو بير نزل بميول او نزل كده هو، وبعدين جاي في الاخر وعمل ميول والطفل محشور في المكان ده هو، في المكان ده كده، في المكان ده، والعمق هنا 30 سنتي والمكان يعني مكان مش مناسب للحفر. المهم ان دي قضية كبيرة جدا الوطن العربي كله متابعها دلوقتي، قضية الطفل ريان. انت كفلكي، انا طبعا بعمل فيديو زي كده هيضر بسمعتي فيما بعد، انه طالما ان انت لا تفقه شيء خلاص يا اخي لا تتكلم
وتتفلسف وتقول الطفل هينجو ولا لا ينجو، حتى لو والعياذ بالله انه هيحصل له مكروه او شيء ما تقدرش تتكلم. لكن على العموم كل حاجة ان شاء الله مقدور عليها، وان شاء الله ان شاء الله يطلع بخير وسلامة وبس، يعني ما نقدرش نقول حاجة تانية غير كده. لكن للأسف الشديد ان العمل طول، يوم الاربع، يوم الخميس، يوم الجمعة، 3 ايام العمل مطول، مرة مطول، وفي صعوبة في التعامل عشان خوفا من انهيار التربة على الطفل، او وموضوع التنفس وضيق التنفس بتاع الطفل لانه قاعد تحت في المكان ده. هو ده القمر اقتران زحل لما كنا بنقول عليه السادساتي، انه القمر لما يقترن مع زحل بيكتم على نفس القمر. كانت الناس تقعد تضحك تقول لك يعني ايه زحل ويعني ايه القمر ويعني ايه يكتم على نفسه، لان زحل ده هو الكوكب ابو حلقة اللي عامل كده في السماء شكله كده وحواليه حلقة كده، الحلقة دي هي كتمة النفس اللي بتكتم على نفس الواحد، بيموت من ضيق التنفس الإنسان بسبب زحل اقتران القمر، أو بيحس وكأنه في مشكلة في الجهاز التنفسي أو الجهاز الصدري أو الرئتين أو الصدر أو أي حاجة بشكل عام. لذلك هبوط زحل أو وبال زحل في برج السرطان، وكمان إن لما دخل المشتري في برج الجدي وكان هابط في سنة 2020 عمل مرض الكورونا اللي هو فيروس بينتشر في الهواء ويصيب الجهاز التنفسي أو بيؤدي إلى تآكل الرئتين أو تلف الرئتين. كل ده للأسف الشديد أشياء أنت بتاخدها في الاعتبار في حصول كوارث أو مصايب زي كده. ده تحليل بس عشان الناس اللي بتحب تتعلم في الفلك وتحب تفهم كيف تحلل خبر زي كده. بداية الخبر هو أو بداية الحادثة 1 فبراير 2022 الساعة 7:27 مساء. ممكن تشوف هنا ساعة حدوث هذا الخبر، هتيجي هنا في البلانيتري أور اللي هو ساعات الكواكب. يمكن لأن الطفل وقع في ساعة المشتري جوبيتير المشتري الكوكب السعيد، إن شاء الله إن شاء الله يطلع بسلامة، إن شاء الله نتمنى انه يطلع بسلامه، يعني ان شاء الله يطلع بسلامه، ما يعني ما تقدرش تقول حاجه ثانيه غير كده. لا تمتلك الا ان تقولها. قعد 3 ايام بدون اكل بدون شرب، والمكان ضيق وفي اصابات اصلا فيه، وفي دم يبدو وفي دم على جبهه الولد. انت ما تقدرش تقول حاجه الا انه ان شاء الله، طالما انه وقع في البير في ساعه المشتري نتمنى من الله انه يطلع. ومع انه دلالات الخطر اكتر من دلالات النجاه. يعني لو انت جيت شفت هنا كده دلالات الخطر، وجيت شفت هنا في المكان الاخر دلالات النجاة، وتقارن فيما بينهم، هتلاقي ان دلالات النجاة ان حاكم البيت الثامن في شرفه ممكن ينجو، وان حاكم البيت الثامن مقترن مع كوكب سعيد وهو الزهرة، وانه وقع في ساعة المشتري وده يعتبر شيء سعيد. دلالات يعني المصايب او المتاعب او المشاكل ان القمر اقتران زحل وهو ده اصلا سبب المشكلة، انه زحل في البيت السادس يحتاج عمل مستمر ومتواصل، انه كمان حاكم الطالع مقترن مع بلوتو، وبلوتو ده كوكب له علاقة بالغصب والاجبار او التعقيد والامور المشفرة اللي هو بتحس ان الموضوع خارج من يدك، اللي هو عقدة ما تقدرش تحفر وبالتالي التربة هتنهار، وما تقدرش تخبط في الارض جامد الا الطفل هينهار. يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يعني بتحفر بحذر شديد وباحتياط شديد في متنفس ضيق تقدر تتعامل منه. يا رب الحق ارفع الفيديو ده قبل بس ما الخبر يطلع، ما نعرفش ايه اللي حصل، بس ها يا مسهل. ومن ضمن دلالات الخطر انه حاكم الطالع وحاكم الثامن في نفس البرج، فانت لو جيت تحسب، وبرج الجدي بشكل عام برج مش ايجابي ولا حاجه، برج زباله. يعني برج الجدي ده في هيمنه الكواكب معظمها هو برج زباله كالعاده معروف، فدلالات الخطر للاسف اشد، والموقف صعب، الموقف مره صعب. من امبارح الناس تتابع وانا تابعت وكله بيتابع، لدرجه موضوع يعكر صفو اي حد، ان في طفل بيموت قدامك بالبطيء وانت مش قادر تعمل حاجه. يعني الناس اتجمعت كلها ومحدش قادر يعمل حاجة، يعني بتحفر على قد ما تقدر بهدوء وبالراحة عشان ما يحصلش مشاكل. فللأسف ان دلالات الخطر، للأسف ان دلالات الخطر اكتر من دلالات النجاة، وان شاء الله ينجو الطفل، ان شاء الله تحصل معجزة كده ان شاء الله، ويقدر يطلعوه بسلام بدون ما يحصل له اي مشاكل تضر على حياته او موته وبس. وشكرا.